سفر الخروج أصحاح 20 وعدد 5 بيقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن. الجزء اللي قبل كده بيتكلم ان ما تصنعش ليك تمثال منحوت ولا صورة. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يا ترى إيه معنى الوصية دي؟ ربنا عايزنا يبقى ليه، يعني ما نعبدش أي آلهة، أي آلهة تانية. يعني إحنا ولاده وبتوعه، صعب بعد كل ده نبص لإله تاني، إذا كان إله أرضي من مال أو أي حاجة زي كده، لأن هو إلهنا إله غيور. يعني ما أتعبدش أي شيء آخر غير الله، وأي إنسان يعبد أي شيء غيره أو يمجده أو يستعبده، أي شيء يستعبد الإنسان، فإن ربنا غيور ما يحبش حد يشاركه في إن الإنسان يعني يوجه له كل مشاعره كل تفكيره. وإله الغيور دي بنستخدمها لأنه إله غيور على قداسته وعلى قداستي فيه، فبيبقى عنده غيرة على أنه ابنه يكون غير مقدس، ابنه أو بنته يكونوا غير مقدسين أو يسجدوا لآلهة أخرى. ما كنتش بسجد لآلهة تانية، آلهة تانية مش شرط إله يعني، لكن بيكون أي حاجة بتاخد مكان ربنا في حياتي. أعتقد الآية دي بتوضح قد إيه والله غيور، وعايز أنه كل حاجة في حياتنا، كل ذرة في حياتنا تكون بتمجده. تالي بتكمل الآية بتاعت تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك. الله بيعلن هنا أنه هو ده إلهنا، فمش هينفع نكون بنسجد لأي حاجة تانية أو أي إله آخر غير الله، لأنه هو الله هو المستحق أنه يأخذ المجد والقدرة والكرامة. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا معنا في آية. كل مرة في البرنامج بنتكلم حوالين آية وبنشوف إيه المعنى المقصود بيها، وبنشوف كمان إيه المعنى المقصود لحياتنا النهاردة من خلال فهمنا لمعنى الآية دي. الآية اللي بنقف قدامها النهاردة زي ما سمعنا مع بعض في سفر الخروج أصحاح 20 وعدد 5 هي وصية الرب: لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. وبالتأكيد أي حد بيسمع الآية دي يمكن بيثار في ذهنه أمرين. الأمر الأولاني، إزاي ربنا يقول عن نفسه إله غيور؟ مش الغيرة دي صفة مش حميدة؟ إزاي الله ينسبها لنفسه؟ وفهمنا لمين هو الله يمكن يحل القضية دي في أذهاننا. الله هنا مش بيتكلم إن هو إله ضمن آلهة أخرى، دي مش حقيقة. لما بيقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ما يقصدش إنه في آلهة أخرى يا ريت ما تاخدهمش آلهة وخليك معايا أنا كويس، أنا الإله الأحسن منهم كلهم. لا، ده بيقول أنت بتاخد ليك آلهة، هما مش آلهة لكن أنت بتعتبرهم آلهة. وده المقصود في أي حاجة تاخد اهتمام في حياتنا أكتر من شخص الله. لكن الواقع الحقيقة هي الوحدانية بتاعة الله، إنه الله لا مثل له، ما فيش حد زيه. لكن اللي الناس والحاجات والأشياء اللي الناس بتاخدها آلهة، ده مش معناه إن هم منافسين لله، والله بيخش معاهم في هذه المنافسة، وبالتالي هو بيشعر بكراهية ناحيتهم عشان هم بياخدوا مجده ويبقى فيه نوع من التنافس والغيرة. لا، المقصود هنا هو إخلاص الشعب للرب من خلال العهد اللي بيقيمه الله مع الشعب. وعشان كده بيقول في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، يقصد اللي خانوا العهد ده، اللي ما اعتبرونيش أنا الله في حياتهم. فالغيرة هنا مش عاطفة متعصبة جاية من التنافس والكراهية زي ما قلنا، لكنها حق ذاتي مكتسب من كون إن الله هو الله وحده، زي ما بنقول في كلمات الترنيمة: أنت الله وحدك. هو هدف يسوع ان احنا ننشغل بيه اول عن اخر، ما يكونش لينا صنم في حياتنا تاني
بنعبده، إذا كان شهوة مال أو أي شهوة تاني جسدية بنجري وراها، أو الشهرة الجري وراء أي شيء تاني، ده المقصود إن إحنا نركز يكون الفوكس بتاعنا كله يسوع. هو طبعا ما حدش بيسجد غير لربنا، بس ممكن في ناس تسجد لآلهة أخرى بدون قصد. يعني الواحد لما يكون مثلا بيحب المال فكده هو معتبر إن المال ده سيد ليه، فكده برضو مدخل حب تاني غير حب إلهه ليه، فكده برضو هو من غير ما يقصد بيسجد لآلهة من مش المفروض إن هي تكون متسلطة على حياته أو تكون ليها القدر أو الحب اللي المفروض يكون موجهه كله لربنا. ويمكن الأمر التاني اللي بيثير أذهاننا لما بنسمع الآية اللي بنتكلم عنها النهاردة هي فكرة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. والمنطق الطبيعي يقول إيه ذنب الأبناء إن هم يحملوا أثام الآباء ونتائجها. وبيقول إن الكلام ده في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يهمني في الأول أوضح إن كلمة الجيل الثالث والرابع ده كان تعبير مستخدم في وقتها يعبر عن الاستمرارية، استمرارية الأجيال، زي ما احنا كده بنقول جيل بعد جيل يعني، أو أي تعبير بيتقال في أغانينا في أمثالنا لما بيتقال محدش بيحتار يا ترى إيه المقصود منه، لا فاهمين إن المقصود منه الاستمرار. فهي مش عملية حسابية يعني إنه الجيل الأول لأ التاني لأ عند التالت هبتدي أفتقد ذنوب الآباء، لا المقصود هنا هو استمرارية. ففي استمرارية الأجيال في استمرارية الخطية. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء معناها ببساطة إنه لما الناس دي مبغضية يعني ما عاشوش بمبادئي، بالتالي سادت بينهم أمور لا تمجد الله، زي إيه؟ زي الرق، العبودية، زي الاستغلال، يمكن الخطية والدنس والفجور، يمكن الإدمان، يمكن أمور كتيرة جدا. هذه الأمور لما يعيشوا بيها وأولادهم يتولدوا فيها ويعيشوا بيها بالتأكيد هناك نتائج طبيعية للوجود في الخطية. هذه النتائج هي افتقاد الله لذنوب الآباء في الأبناء. فمش مقصود بيها أن الله يعاقب الأبناء بدلاً من الآباء، مش مقصود بيها أنه الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست، مش دي الفكرة. الفكرة هي زي أي حاجة بتحصل النهاردة، لو شفنا شخص مجرم، الشخص المجرم ده بدون ما يحصل أي شيء خلاص ابنه متأثر بالحقيقة دي، سمعة ابنه متأثرة بالحقيقة دي. يمكن الشخص المجرم ده بيدخل السجن بيتحرم ابنه من أنه ينشأ في وضع طبيعي الأب موجود فيه ومهتم به، يمكن ده بينتج وضع فقر ووضع اقتصادي صعب بيعمل تأثير كمان على هذا الابن. فهو الفكرة أن الخطية في طبيعتها خاطئة جداً وبشعة جداً وسيئة جداً، ونتائجها وأثرها بتظهر وتستمر عبر الأجيال إن لم ينتبه الإنسان ويرجع ويتوب. والدليل على كده موجود في مبدأ كتابي مهم جدا. المبدأ الكتابي المهم ده هو فكرة قارنين الروحيات بالروحيات. لما نستغرب فكرة، لما نتصدم بفكرة، لازم نشوف هل الكتاب في مكان آخر اتكلم عن الفكرة دي؟ لما يتناول الكتاب في كل أجزائه الفكرة بأسلوب مختلف يبقى لازم نتأكد إن المعنى البسيط والمباشر اللي موجود من الفكرة اللي قدامنا مش هو المقصود. لو حاولنا نطبق الكلام ده على آيتنا النهاردة، الفكرة المباشرة أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء يعني الله يعاقب الأبناء بسبب خطايا أبائهم، لا ده مش مظبوط. ولو نقارن الروحيات بالروحيات احنا شرحنا ده معنى ايه، لكن كمان في سفر حزقيال أصحاح 18 وعدد 19 في كلام واضح عن الموضوع ده. الجزء اللي قبل عدد 19 بيحكي ان لو أب شرير
عاش في الشر وفي الخطيه وعمل حاجات كتيره الله هيعاقبه وهيموت في شر. لو جه ابنه ما عاش في شر ابوه وابتدى يعيش بالبر لله، الله هيكافئه على بره وهيحيا بهذا البر. فيقول في عدد 19: وانتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من اثم الاب؟ اما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اثم الاب، والاب لا يحمل من اثم الابن. مفيش اوضح من كده. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. هنا المسيح مش بيتكلم عن الدينونة الروحية، لكن المسيح بيتكلم عن تأثير الخطية في حياة الأجيال. يعني لو في واحد مدمن، تقريبا تأثير الإدمان هيبقى على الجيل اللي بعده، على أولاده. لو في حد بذر أمواله وأصبح فقير، فالفقر ده هيلحق بأولاده. لكن كل الكتاب المقدس مش بيتكلم عن إنه الله بيفتقد الذنوب في الآباء والأبناء روحيا، لأنه بنجد في العهد القديم ملوك كانوا أشرار جدا، ويخرج منهم أبنائهم يكونوا مؤمنين جدا وعلاقتهم ربنا قوية جدا، ويصلحوا كل الأخطاء بتاعة أهليهم. وهكذا في كل الكتاب الله لا يحاسب الإنسان على خطايا آخرين، لكن الله بيحاسب الإنسان على خطاياه هو وبس. لكن افتقاد الذنوب ده راجع لتأثير الخطية في حياتنا، ممكن يمتد لأجيال كتير قوي. أعزائي المشاهدين، قبل ما ننهي حلقتنا مع بعض، عايز أسيب لكم فكرة تفكروا فيها عن معنى الوصية دي لحياتنا النهاردة. يمكن ما عندناش تماثيل، ما حدش النهاردة بقى يعبد صور وتماثيل بطريقة حرفية، ما عندناش عبادة أصنام بطريقة حرفية، لكن الحقيقة إن إحنا بنصنع لأنفسنا أصنام كتيرة في حياتنا. فأشخاص أو أشياء، ربما يكون المال، ربما تكون الشهرة، ربما يكون تحقيق الكارير، تحقيق النجاح الوظيفي، ربما يكون الجمال والموضة. أي أمر يأخذ اهتمامنا وعبادتنا، بمعنى أنه يبقى كياننا متوجه ليه أكتر من الله، إحنا في مشكلة حقيقية، وسيفتقد الله هذا الذنب فينا وفي أولادنا اللي مش هنزرع فيهم بالتأكيد مبادئ الله من حب ومن رحمة ومن خير ومن فيض ومن غنى وبركة ونعمة، لكن اللي هنكون عايشين فيه الشر والحقد والإثم والشهوة والأمور التي لا تمجد الله وأعمال الجسد. عايز أسيب معاكم حقيقة: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. في استمرارية، ربما إحنا نشوف الثمر السيء ده أو أولادنا هيشوفوه، لكن مفيش بذرة شر بتتزرع إلا ما بتحصد مشكلة، وأحيانا بنحاول نصلح الخطأ بخطأ آخر، وهكذا ندور في حلقة مفرغة بعيدا عن مركزية الله في حياتنا. دعوة لنا إن إحنا نفوق وندرك مين هو إلهك، مين هو إلهك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا معنا في آية.